بيان مسيرة تأييد موقف وقرارات مجلس القيادة والبنك المركزي اليمني عدن في الوقت الذي استبشر شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه بالإجراءات الاستراتيجية الجادة والشجاعة من قبل البنك المركزي ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في إعادة تصويب مسار المعركة الوطنية باتجاه التحرير والخلاص الكامل من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال استعادة الأدوات الاقتصادية والمالية وإنهاء سنوات من المعاناة التي عاشها شعبنا اليمني بسبب استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في العبث بالاقتصاد الوطني وحرمان ملايين اليمنيين من الحقوق والخدمات وفي مقدمتها الرواتب والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. وقد حظيت هذه القرارات بتأييد واسع، إلا أننا تفاجأنا بالتدخلات الدولية السافرة للانتقاص من الشرعية اليمنية وإعاقة تطلعات اليمنيين نحو التحرير والحرية والعدالة والاستقرار. لقد مثلت قرارات البنك المركزي اليمني عدن أحد أهم القرارات الاقتصادية والسياسية التي تم اتخاذها من قبل الشرعية في المعركة الوطنية ضد الميليشيات الانقلابية الكهنوتية. ونؤكد هنا دعمنا الكامل لهذه القرارات باعتبارها خطوة محورية في الانتصار للسيادة الوطنية وإنقاذا للاقتصاد اليمني على طريق وحدة النظام المصرفي وإيقاف تدهور العملة الوطنية واستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، بما يفضي إلى إنهاء معاناة الموظفين في كافة المحافظات اليمنية. لقد نفد صبر شعبنا اليمني من جراء استهتار وصمت المجتمع الدولي عن كل جرائم الحرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مارستها ميليشيات الحوثي الإرهابية في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أي إجراءات لإلزام الميليشيات الحوثية الكهنوتية بدفع رواتب الموظفين من إرادة ميناء الحديدة الذي كان شرطا لاستئناف نشاط الميناء، وكذلك التواطؤ الدولي والصمت عن استهداف منشآت تصدير المشتقات النفطية والتي تسببت بانهيار العملة الوطنية والاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة في اليمن. هذا في الوقت الذي يحرص المجتمع الدولي على ممارسة الضغط السافر لوقف تنفيذ القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني عدن في تجاوز وانحياز واضحين للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإطالة أمد الحرب والفوضى والتشظي في اليمن. وإزاء هذه التطورات يعبر اليوم أبناء محافظة تعز جماهيرا وقوى سياسية ومكونات شبابية ونقابية وفعاليات مدنية عن التمسك بقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، ونحذر من أي محاولات لتعليق هذه القرارات والانخراط في مفاوضات عبثية ستكون في حال الإقدام عليها بمثابة انتحار سياسي واستمرار في النهج العبثي من المفاوضات التي لا ينجز فيها مكاسب سوى للميليشيات الحوثية التي تتعامل مع الاقتصاد اليمني كمصدر للإثراء وتمويل أنشطتها الإرهابية، بنفس الوقت الذي تمارس فيه جرائم نهب سافر للقطاع الخاص ونهب للمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب استعادة زمام مبادرة في معركتنا الوطنية ضد الجماعة الإرهابية وتخليص اليمن من مشروعها الإرهابي والعنصري. نؤكد هنا رفضنا القاطع لضغوط المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي بتعليق إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن، وتعتبر ذلك انحيازا مطلقا للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتمكينها من مقدرات البلد وسيادته، وتجسيدا لاستمرار حالة لا حرب ولا سلم ومصادرة حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين. كما نحذر من الإقدام على أي مفاوضات في الملف الاقتصادي تتجاوز قرارات البنك وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعلنة، مع تأكيدنا على الآتي: 1- استئناف تصدير النفط والغاز. 2- اتخاذ قرارات البنك المركزي اليمني الخاصة أو إنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني الخاصة بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي. 3- وقف الإجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والأعمال وإنهاء الانقسام المصرفي، علاوة على التزام ميليشيا الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة والمجالات الخدمية. إن الجمهورية اليمنية قد مرت خلال 10 سنوات من الحرب بمواقف عسيرة مليئة بالانتصارات والانعطافات والانتكاسات أيضا، لكن الإرادة الشعبية اليوم صارت أكثر صلابة من الأمس نتيجة ما عرفته عن هذه الجماعة الإرهابية وممارساتها القبيحة بحق الشعب، وها هي تحضر نفسها لثورة شعبية ستنطلق من مدن وجبال وشعاب اليمن لتسحق الماضي البغيض للأبد. في الختام يؤكد أبناء تعز واليمن أن أي مفاوضات وخرائط سلام
دون الالتزام بالقرارات السيادية للشرعية اليمنية ودون إشراك المكونات السياسية والمدنية، يعد إدامة لمسلسل الخراب والإرهاب الحوثي بحق اليمن واليمنيين وانتقاص جسيم من الشرعية السياسية التوافقية، صادر عن المسيرة الجماهيرية لأبناء محافظة تعز ومكوناتها السياسية والنقابية والشبابية والمدنية لدعم توجهات البرك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. خرجنا اليوم للوقوف والمساندة في قرارات البنك المركزي للسعي إلى الاقتصاد الوطني وكذلك تثبيت العمرة الوطنية، ونرفض رفضا قاطعا مساعي المبعوث الأممي الذي تقوض السلطة الشرعية، ولهذا ولا نرجو أن يكون الخطأ فادح كخطأ اتفاق سوكوهوم الذي أعاد القوة من أبواب الحديدة وكانت بتخليص الوطن والشعب من الأزمة الاقتصادية، ونرجو رجاء أن لا يتراجعوا عن هذه القرارات، وأن التراجع في هذه القرارات هي تهبيط للعملة وهي لزعزعة الأمن والاستقرار. نحن معهم ونساندهم ولا يخيبوا أمل الشعب فيهم. هنا اليوم نتواجد من أجل الوقوف مع الحكومة الشرعية ومع قرارات البنك المركزي، من أجل الثبات والوقوف مع الحكومة الشرعية، لأجل الاستمرار بدعم قرارات البنك المركزي وقرارات الحكومة، ولا نريد أي تراجع. أو ننتظر كنا هذه القرارات من قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات، قرارات متأخرة ولكن جاءت، قرارات في الصميم، قرارات النصر، قرارات فرحة الخير، قرارات القهر للأعداء لمجوس إيران لسلالة القرود. بداية نقول لا تفاوض، لا مساومة، لا تراجع عن قرارات البنك المركزي، فهي قرارات سيادية، وبالتالي اليوم تخرج تعز وتنتفض من أجل دعم قرارات البنك المركزي التي هي قرارات من شأنها أن تفتح لنا الطرقات، من شأنها أن تعيد الاعتبار للعملة الوطنية التي انهارت، من شأنها أن تعمل على إصلاحات للاقتصاد الوطني، إصلاحات حقيقية في إطار إعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي تتعرض لعملية الانهيار. ما تقوم به ميليشيات الحوثي اليوم في مسألة محاولة شق طريق جديد لمسألة المفاوضات حول الملف الاقتصادي هي محاولات يائسة، ونحن هنا أتينا اليوم لدعم قرارات البنك المركزي ودعم محافظ البنك المركزي، وكلنا مع بقيون جئنا هنا باسم المكتب السياسي، نشارك جميع القوى السياسية والشعبية والوطنية والاجتماعية والشبابية وكل أطياف المجتمع لمشاركة هذا الحدث العظيم، وهو تأييد البنك المركزي في قراراته التي أصدرها. ونحن نقول للمعبقي، نحن كلنا معبقيون، سير ونحن معك وسنؤيد كل خطواتك التي قمت بها وستقوم بها إن شاء الله. الشعب اليمني يقف اليوم عن بكرة أبي صفا واحدا من أجل مساندة هذه القرارات. لن يتراجع هذا الشعب عن هذه القرارات، وعن لأنها تخدم الوطن والمواطن هو الاقتصاد الوطني واليمني، ومحافظة تعز بالذات هي المحافظة الأولى والسباقة في القيام بمثل هذه هكذا ثورات وهكذا فعاليات وهكذا أنشطة. ندعو جميع أبناء محافظة تعز عن بكرة أبيهم أن يستمروا في التصعيد حتى تستمر هذه القرارات ولا تتوقف، ونقول للمرجفين والخائفين وأصحاب المصالح الفاسدين ارحلوا عن وطننا، كفاكم 10 سنوات وأنتم تمتصون دماء هذا الشعب الأبي الصابر الصامد. إياكم ثم إياكم أن تختبروا صبر هذا المواطن الشريف القوي بعزيمته بإرادته، فستكون العواقب عليكم وخيمة إن شاء الله. لن يسكت هذا الشعب، لن يسكت. اليوم سنخرج في مظاهرة سلمية دعما لقرارات البنك المركزي التي اتخذها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، والتي تهدف إلى منع التضارب بالعملة، منع الازدواج البنكي بين بنكي صنعاء وبنك عدن، بحيث يكون هنالك بنك واحد ثلاثة، توحيد العملة بحيث ليس يكون لدينا عملتين ولكن عملة واحدة. النقطة الثالثة وهي منع أو إيقاف تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. النقطة الرابعة وهي
ضبط او المراقبه على الاموال التي تدخل الى الشركات الصرافه والى البنوك، بحيث يكون البنك المركزي هو المسيطر على تلك العمليات، بحيث يعرف مصدر دخل تلك الاموال ومصدر ايضا خروجها. النقطه الرابعه هو تجفيف منابع اموال الحوثيين التي تستغل تلك الاموال والمدخرات الماليه في عملياتها التخريبيه لليمن. النقطه الرابعه وهي استعاده تصدير الغاز والنفط كشرط اساسي لاي مفاوضات في السلام من اجل الحصول على مصدر مستدام للعملات الاجنبيه. فنحن ايضا خرجنا ايضا دعما للمجلس القيادة الرئاسية، نحن نقول لهم نحن معكم في كل الإجراءات التي اتخذتموها. أول قرار يتخذه المجلس الرئاسي يحدث حوله التفاف شعبي وتوحيد كل الجماهير حول هذا القرار، لأنه قرار يمثل مصلحة جميع المواطنين. وبالتالي اليوم على القيادة السياسية أن تستغل هذه الفرصة لأن لتوحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة، استعادة هيبة الدولة. قررت البنك المركزي إرادة شعبية، نحن خرجنا اليوم مع هذا القرار. أيضا خرجنا لدعم رئيس مجلس الرئاسة دكتور رشاد اتخاذ مع القرار الشجاع. أيضا يرحل المبعوث الأممي الإمامي الذي ينحاز إلى الحوثاء إلى الانقلابيين. خروجنا في هذه اليوم نطالب الأخوة في الحكومة لدعم قرارات البنك المركزي اليمني وعدم التراجع عن هذه القرارات التي أصدرها البنك اليمني المركزي لبقاء وحفاظ على العملة. وإذا أراد التحالف أن يدعم فعلا الشرعية فليقف بجانب هذه القرارات، لا ليضغط على البنك بالتراجع عن هذه القرارات. فقرارات البنك المركزي هي في الصميم الواقع الذي يعيشه الشعب اليمني. نريد مزيدا من هذه القرارات، لا للتراجع مثل هذه القرارات، ونحن مع هذه القرارات ومع مدير البنك المركزي حتى النهاية. اليوم وقفة لكي ندعم الحكومة ومحافظ البنك المركزي بالعملة الوطنية، أن يكون هناك توحيد ونرفض أي تدخلات خارجية من المبعوث الأممي أو من يمكن كان. نحن اليوم خرجنا تأييدا للشرعية وأن يكون هناك اقتصاد حر قوي لليمن، وأن يكون عنده مستوى المسؤولية، وأن تكون عملتنا في القمة لا تدهور. وهذا خرجنا اليوم من أجل هذا، لكي نكون هناك وقفة جادة من جميع الأطراف في الحكومة وفي الشرعية والسلطة المحلية. جئنا من أجل مناصرة المحافظ لقرار البنك المركزي في عدن على ندعمه، لندعمه ولنقف معه حتى ثبات استقرار العملة، ونرفض أي قرارات أخرى، نرفض رفضا باتا ليس له أي دخل أو أي علاقة بالشؤون الداخلية أو الاقتصاد اليمني. أولا نتوجه رسالة إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي وإلى البنك أن يصمدوا على هذه القرارات التي أصدروها. نحن جميعا أبناء الشعب اليمني العظيم، أبناء تعز، أبناء مأرب، أبناء قبل محافظة الجمهورية اليمنية، نحن مع قرارات البنك المركزي اليمني، نحن مؤيدين توحيد العملة، نحن مؤيدين كل القرارات. فنرجو منهم أن لا يتراجعوا عن هذه القرارات، وهذه القرارات هي لصالح الشعب ولصالح اليمنيين ولصالح العملة، لأن هذه الميليشيات لا أمان لها، فهي تحارب الاقتصاد من ذاك الأيام، من بداية ما دخلت الجمهورية اليمنية وسيطرت عليها. لا بد علينا أن نضغط الآن بالحرب الاقتصادي لكي نستعيد الشرعية ونستعيد سيادتها بالاقتصاد. من أجل الشرعية تسود من حيلها قليل، وتعمل على الضغط وتمرير القرارات التي يعني تتخذها، والوقت نفسه نريدها أن تكون تتخذ قرارات مدروسة، يعني لا تكون تستعجل في القرارات، لازم أن تتخذ القرار بعد دراسة واعية وتعمل على تنفيذ القرارات. ونحن كشارع يعني معاهم، يعني معاهم في حالة الوصول إلى قرارات تعمل على تحسين وضع الاقتصاد في البلاد. أولا أوجه رسالة لممثل الأمم المتحدة بالنسبة للقرارات التي اتخذها مجلس يعني اتخذها محافظ البنك المركزي في عدن،
نحن نقول سير يا معبقي ونحن معك. هذا بالنسبة للقرارات، القرارات هي تخص اليمنيين نفوسهم وليس تخص ممثل الأمم المتحدة. ممثل الأمم المتحدة مهمته واضحة.